يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يباع في الصيدليات سوار من معدن يسمى سوار ابن سينا، يزعم سوار ابن سينا، أي يزعم أصحاب الصيدليات أن له تأثيرا مغناطيسيا في تفريغ الشحنات الكهربائية من الجسم، وأنه يعالج آلام المفاصل والروماتيزم والعضلات والاكتئاب، فهل يجوز لبس مثل هذا أم يعتبر من باب التمائم الشركية؟ خذ هذا السوار واكتب معه خطاب للمفتي ويعرض على اللجنة على المشايخ يشوفون إن شاء الله. نعم.